اول حاجه بالاستعاذه. مو واحد ممكن يقول مستعمله ما قلتش استعاذه، يا عم انت لازم تفهم معنى الاستعاذه كما ينبغي. الاستعاذه يا دكتور محمد، اما اقول يعني ايه الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم، يعني هي الالتجاء والاحتماء بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم. ولذلك ما معنى اعوذ؟ احتمي واستجير. معنى اعوذ كما قال العلماء احتمي واستجير. طيب معنى الاستعاذه زي ما قلت دكتور محمد الالتجاء والحمايه بالله جل وعلا والتحصن به من مين؟ من الشيطان، من الشيطان الرجيم. خلي بالك يا دكتور محمد، تفضل. والاستعاذه هذه انما هي نافعه جدا في طرد الشياطين والقضاء على فتنه ووساوسه. لكن نفهم الاول مفهوم الاستعاذه. الامام الفخر الرازي دكتور محمد في المقدمه بتاع التفسير الكبير له كلمه جميله جمال عجيبه مش اي حد يفهمها. لما يقول لك لما تيجي تستعيذ بالله كده تدبر الاول المعنى، مش واحد يقول لك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما مشيش اهو خدت لك ازاي، ها اما هم بقى يكون مثلا هيعمل معصيه، ها ما انا عامل ايه، ما اخدت بالاسباب، خدت مين يا كذاب، ده انت ما تدبرت ولا عقلت، ولكن كلمه خرجت من طرف اللسان. زي ايه دكتور محمد؟ الخوارج. الخوارج تحقرون صلاتكم الى صلاتي وصيامكم الى صلاتي. تحتقر صلاه جنب صلاه وبقوم الليل كله يبكي وهو مجرم بيستحل الدماء والاعراض وقاعد يفجر وينسف ويقتل 24 ساعه، واذاك هم كلاب النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شوف اللي قاعدين يقراوا القران وصوموا 2 و5 و3 ايام من كل شهر وبكاء الليل كليت، والنبي يقول لهم تحقرون، انت هتحتقر صلاتك بجنب صلاته وصيامك جنب صيامه، ورغم ذلك ما قالش من أهل النار، كلاب النار. كلاب النار. لذلك النبي قال في وصفهم إيه؟ لا يجاوز القرآن تراقيهم. وإلا لو جاوز لغير طبعهم وغير أوصافهم. وبذلك يجي بقى اللي هو الشيطان البشري بقى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنا قلت إيه يا أخوي؟ أنت يا كذاب يا شيطان. خلاص يا دكتور محمد تعالى معايا كده. الإمام الرازي يقول لك إيه؟ شوف التدبر بقى. إن كنت خايف من الشيطان لأنك لا تراه، وخلي بالك من دي، إذا كنت تخشى الشيطان لأنك لا تراه فاستعذ بالله الذي خلق الشيطان والشيطان لا يراه. السلام. خلي بالك. ما هو الشيطان ما انتش عارف جاي لك منين، يعني وكأنه يقول انك تعالج ضعفك. ايوه بالضبط كده، هي دي بقوه الله، مش شايف ده اللي هي دي. انا قلقان من الشيطان، خايف من الشيطان لاني لا اراه، خلاص بقى احتمي واستجير بالذي خلق الشيطان والشيطان لا يراه. والشيطان الله الجمال الله. التدبر يجيب لك الفهم الصحيح يا دكتور محمد. ولذلك شوف ربنا يقول في القرآن إيه؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. أهو فاستعذ بالله. وربنا يقول إنه إيه؟ سميع عليم. نعم. الآية الثانية إنه هو السميع العليم. تمام يا دكتور محمد. نعم. طيب إنه هو السميع العليم وإنه سميع عليم، عشان الناس تبقى عارفين الآيتين. نعم. طيب تعالى معايا كده. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بك رب أن يحضرون. خلي بالك. طيب عشان ما أطولش في الأدلة دي، أهمية الاستعاذة إيه يا دكتور محمد؟ لما تدبرها وأفهم معناها وأستعيذ وأنا فاهم ومتدبر، أهميتها إيه يا دكتور محمد؟ أول حاجة تكمن في طرد الشيطان وطرد وسوسته وفتنه والتخلص من الأفكار التي يبثها الشيطان في روع الإنسان، بحيث تمس الدين والعقيدة وتمس أمور كثيرة كما تعلم يا دكتور محمد. وفي الاستعاذة أيضا كف عن مجارات الشيطان في وسوسته. وفي ناس بتقعد تجاري الشيطان يقول لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا عم أنت اللي قاعد تجاريه، يعني هو جالك الوقت وقاعد يوسوس لك بشيء معين وأنت تسترسل معاه، تسترسل معاه، ما أنت اللي عطيله المجال. لكن لما تقول أعوذ بالله أنت قطعت عليه الاسترسال ده، قطعت عليه المجاراة بتاعته. إنما اللي يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبعدين أعمل كذا وكذا، لا ده شيطان مع شيطان. ماشي يا دكتور محمد؟ نعم. طيب الاستعاذة يا دكتور محمد بتكون لأمرين، ولازم نبقى فاهم الاستعاذة كلية عشان تجيب النتيجة. الاستعاذة بتكون لأمرين يا دكتور محمد. أول حاجة بتكون من شر حصل بالفعل، حصل، بتكون باستعاذة من إيه؟ شر حصل، من شر حصل بالفعل، يعني بس بنطلب إزالته وتخفيفه، يعني قد تحقق وقوعه، مصيبة حصلت، ولد عمل كيت، ولد وقع في مصيبة، في خطأ، في حرام، فأنت بتعمل إيه يا شيخ محمد في الحالة دي؟ بتطلب إزالته، بتطلب الاستعادة دي، القصد منها هنا طلب الإزالة أو التخفيف.
معايا دكتور محمد؟ نعم. طيب خلي بالك معي، أو شر بتخاف لسه ما حصلش وخايف من الحصول بتاعه، فبتستعز لي يا دكتور محمد مستقبلا لأنك بتطلب من الله منعه. نعم. بتطلب من الله إيه؟ يعني استعاذ بين الدفع والمنع. أيوة. عشان تدفع وتمنع. أو تخفف. والتاني عشان تمنع في المستقبل. ما دكتور محمد، يبقى خلصنا من الاستعاذة عشان نلحق الوقت. النقطة الثانية اللي بقى الاستعاذة إيه يا دكتور؟ رقم واحد الاستعاذة. أيوة. أيوة. رقم اثنين. الاثنين يا دكتور محمد بقى اللي إحنا بنقولها التسمية. واحد يقول أنا بطل تسمية. حكم في ناس بيبقى عندها، بس يلا بلاش نقول الكلام ده. التسمية دي يا شيخ محمد العلماء قالوا عليها حرز من الشيطان. حرز من الشيطان. طب التسمية دي إيه؟ قالك يا ذكر اسم الرحمن. يا ذكر اسم ربنا سبحانه وتعالى. فذكر اسمه حرز من عدوه. معايا دكتور محمد الكلام ماشي كده؟ طيب واضح. وهي تمنع الشيطان من مخالطته لنا في الطعام والشراب والمبيت حتى والسمي والملبس. أيوة. وفي كل حاجة يا دكتور محمد خلي بالك بقى، حتى في الجماع تبالك عشان يجي الولد احيانا بتيجي تمشي في الشارع تقول خرب بيت شيطانك، ده انت شيطان، ده انت عفريت، عيل عيل، وتلاقيه ابلوس كبير قوي، مش ابليس، ابلوس زي ما بقوله. معايا دكتور محمد؟ وما اكثر. خلاص يا دكتور محمد ربنا يهدي. حديث النبي بيقول ايه؟ لو ان احدكم صلى الله عليه وسلم، لو ان احدكم اذا اراد ان ياتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ايه اللي يحصل في الحاله دي يا دكتور محمد؟ فان قدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان ابدا. لم يضره الشيطان في ايه؟ في اخلاقي وسلوكي ووسوسته وفتنه الى اخره. يبقى زي ما احنا بنقول متسمى عليه.